وفي تصريح خاص لأون لايف أكد المسماري أهمية دور القبائل الليبية في المنطقة الجنوبية والشرقية بصفتها الحاضنة الاجتماعية للجيش الليبي وداعمة الحقيقية لها في عملية الكرامة منذ بدايتها. هذه الاحتفالات هي احتفالات شعبية صرفة، هي تنادي قبلي لدعم القوات المسلحة، القبائل الليبية وخاصة في الشرق والجنوب هي الحاضنة الحقيقية للقوات المسلحة، وبالتالي الآن نشاهد من حين الآخر قبيلة ما تتولى تكريم شهداء المنطقة وتكريم شهداء القبيلة والاحتفال بالنصر العظيم. اليوم عندنا مع قبيلة زوية في الصباح والمساء بإذن الله سيكون في منطقة سلوك احتفال آخر. أولا القبائل الليبية هي الحاضنة الحقيقية للقوات المسلحة العربية الليبية، لم تنجح القيادة العامة في القوات المسلحة إلا بتأييد شعبي كبير جدا، إلا بتأييد القبائل على كافة المستويات، وبالتالي نحن نبرهن أن هذه المعركة ليست معركة القوات المسلحة بل هي معركة كل أبناء الشعب الليبي وكل القبائل الليبية.